في البداية فما توضيح من المهم إعادة ذكره على مسامعكم وتكراره مع أني ذكرته في المداخلة، هو أنه من 14 ملف مرفوض، لا يوجد ولا ملف رفض من أجل فقط عدم الإدلاء بالبطاقة عدد 3. كل الملفات المرفوضة دون استثناء رفضت من أجل إما نقص في عدد التزكيات أو خلل في توزيعه على الدوائر أو انعدام الضمان المالي أو مسائل أخرى تتعلق أحيانا في حالة بانعدام شرط الجنسية التونسية فقط. يعني وهذا أحسن رد على النقاش الذي كان موجودا في الساحة الإعلامية حول الوثائق وحول هذه الوثيقة بالذات، وكأنها كانت هي السبب الوحيد الذي أدى إلى حرمان البعض من الترشح. تلاحظون أن هناك 3 ترشحات، منهم ترشح وحيد ارتكز على تزكية نيابية، وترشح ارتكز فقط على تزكية شعبية، وترشح انبنى على الاثنين تزكية نيابية وشعبية. فبالتالي الاستحالة يبدو نسبية عندما ننظر إلى قائمة المترشحين. هناك من المترشحين من استطاع أن يقوم بتجميع العدد المطلوب من 10,000 تزكية موزعة على 10 دوائر على الأقل، ب500 تزكية على الأقل في كل دائرة. ثم بالنسبة لتقسيم الدوائر وفي علاقة بسؤال أحد الحضور، الدوائر الانتخابية التشريعية تم تقسيمها بمرسوم، تتذكرون المرسوم عدد 55 لسنة 2022. هذا المرسوم نقح القانون الانتخابي في سبتمبر 2022، وهذا المرسوم أورد في ملحقه قائمة الدوائر الانتخابية التشريعية 161. فأولا المعلومة موجودة منذ سبتمبر 22 أنه تغير التقسيم الدوائر التشريعية من 33 إلى 161، ثم أن هذا التقسيم كان بمقتضى نص ذو مرتبة تشريعية وليس بأمر وليس بقرار نهاية الانتخابات، هو تقسيم بمرسوم أي بنص تشريعي بقانون صدر منذ أكثر من عامين. ثم هناك من يقول أن هناك استحالة أو صعوبة في تجميع التزكيات بالنظر إلى هذا التقسيم. أولا هناك كما تعلمون من المقبولين من تمكن من هذا التوزيع أو من هذا التجميع للتزكيات، ولكن دعنا ننظر في عدد الناخبين المسجلين في الدوائر. الدوائر 161 عدد الناخبين المسجلين فيها يتراوح، تنعطيكم المعدل، أصغر دائرة فيها 11,000 ناخب مسجل وأكبر دائرة فيها قرابة 111,000. المعدل لل 161 دائرة هو 60,000 ناخب مسجل في الدوائر الانتخابية. يبدو لي 500 على 60,000 مش عدد صعيب أو مستحيل. ثم كان نقارنه بالتشريعية اللي صارت في 2022، نفس الدوائر المترشحون للانتخابات التشريعية في مجلس نواب الشعب كانوا مطالبين وقتها ب 400 تزكية في نفس الدوائر، وكانت معرفة بالإمضاء، معرفة بالإمضاء، وتمكنوا جميعا من توفير هذا العدد. فيبدو لي المسألة لا تتعلق لا بتقسيم ترابي جديد للدوائر ولا ب يعني استحالة جمع هذا التزكيات. كل مطالب الترشح المرفوضة رفضت من أجل إشكاليات تتعلق بالتزكيات من حيث العدد الأدنى المطلوب 10,000 أو توزيعها على 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو بسبب انعدام الضمان المالي، أو بسبب خلل في الجنسية. يعني باش نكونوا واضحين، ما فما حتى ملف ترشح رفض من أجل فقط الإدلاء بالبطاقة عدد 3، وهذا باش نسكروه الموضوع لأنه ثبت فعلا أنها كانت علة للأسف، وهذا اللي وقفنا به احنا كهيئة عندما نظرنا في الملفات وقمنا بالاستكمال تلك الملفات. رزنامة الانتخابات تقريبا الرئاسية ل 2024 كي نقارنوها برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ولسنة 2014، صحيح قد تكون في سنة 2014 صدرت قبل وقت
التصويت بمدة، ولكن نرجع نفصل الرزنامة في مراحلها. مثال: مرحلة تجميع التزكيات، مرحلة إيداع الترشحات، تقريبا كانت نفس المرحلة أو أكثر، ولكم أن تعودوا إلى الرزنامات المنشورة وإلى التواريخ. مرحلة قبول الترشحات المرة هذه من 29 جويلية إلى 6 أوت تقريبا 9 أيام، ممكن نزيدوا 48 ساعة أخرين للاستكمال تقريبا 11 يوم، أطول حتى من مرحلة قبول الترشحات في الانتخابات الرئاسية السابقة. مرحلة تجميع التزكيات راهي انطلقت منذ يوم 7 جويلية، تذكروا يوم 7 جويلية خرج بلاغ من هيئة الانتخابات يضع على ذمة العموم الراغبين في الترشح استمارة التزكية. من 7 جويلية إلى 6 أوت بل إلى 9 أوت، لأنه راهو الاستكمال اللي صار أمس، فما ناس ما زالت أمس تجمع في تزكيات جديدة باش تستكمل. فشهر لتجميع التزكيات راهي فترة تقريبا تقارب الفترة الموجودة في سنة 2019 وفي سنة 2014. في 2019 نتذكر مليح الإعلان عن الرزنامة كان يوم 25 جويلية في ظروف معينة، فترة قبول الترشحات انطلقت 4 أوت تقريبا، من 25 جويلية إلى 4 أوت أسبوع أقصر، بالتالي رأوا كل شيء نسبي. احنا كانت انتخابات خلينا إمكانية الإتاحة للمترشح أنه يقوم بإعداد ملفه، أنه يقوم بتجميع تزكياته أوراقه. تتذكروا هيئة الانتخابات قبل صدور قرار الترتيبي كان تتذكروا من شهر مارس نحكي وراء على شروط الترشح، من شهر مارس كنا خرجنا كهيئة انتخابات رئيس وأعضاء نحكي على قرار ترتيبي، ومن وقتها قلنا راو هاي الشروط اللي مش يتم اعتمادها وتم اعتمادها، اللي هي التزكيات والتقسيم على 10 دوائر انتخابية. العشر دوائر انتخابية مش جديدة، العشر دوائر انتخابية راهي موجودة من 22، والعشر دوائر انتخابية يعني نجيب 500 في كل على الأقل في العشر دوائر انتخابية راهو خدمنا بها في الانتخابات التشريعية. وفي 2022 النواب نتاع الغرفة الأولى براو أسألوهم لمدوا 400 تزكية في نفس الدائرة تو نتاع الرئاسية وبتعريب بالإمضاء، المرة هذه ما فماش تعريب بالإمضاء ولمدوهم ما فماش إشكالية. فالمسألة نسبية، يبدو لي فما أسباب أخرى نجم تكون اجتماعية سوسيولوجية سياسية، أما ما هيش مطلقا موضوع رزنامة وذيك وقت، لأن تعرفوا فما قانون انتخابي ينص على ساعات شروط وينص على مخالفات وعقوبات. أنا نسأل سؤال بسيط جدا، قانون انتخابي شكون مسؤول أو مكلف بالسهر على تطبيقه؟ جاوبوني أنتم شكون تنجم تكون، يعني إذا كان ما فماش هيئة تعديلية وسائل الإعلام شكون نعطيها؟ فهي هيئة الانتخابات بطبعها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تشرف على سلامة ونزاهة المسار الانتخابي وباعتبار الدستور والقانون بعد تنقيحه في مارس 2022 أسدلها الولاية العامة على الشأن الانتخابي، راهو ما نفش خليه على دورنا. إذا كان فما أي خطاب يدعو إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو بث ونشر أخبار زائفة أو مضللة أو عدم حياد وتوازن واضح، لأنه راهو احنا نعرفوا معنا تجربة في رقابة الحملات ونقيسوا بالثانية، راهو المساحات التي تتعلق بتغطية الشأن الانتخابي سواء مساحات إخبارية حوارية نقيسوا بالثانية ونعرفوا المضامين لين تتجه. وسائل الإعلام مطالبة بالقانون الانتخابي بالحياد وبالموضوعية والتوازن والنزاهة، كي نلقى أنه بعض الوسائل 80% من الخطاب نتاعها يتجه في اتجاه مترشح بعينه ولا ضد مترشح بعينه، وساعات 95-99% راهو عندنا الإحصائيات التي تثبت ذلك قطعا. احنا هذايا نقوم فيه ساعات بلفت نظر وتنبيه انه وسيلة الإعلام ترجع الى أخلاقيات المهنة نتاعها وتلتزم الموضوعية والتوازن والحياد، ولكن زاد اذا كان تجاوز ذلك الى الثلب او شتم او بث اخبار زائفة اخبار مضللة او بث خطاب في عنف او كراهية او تعصب او تمييز، هيئة الانتخابات لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهذا من صميم دورنا. عندنا خلايا رصد، شوف لا شوف احنا عندنا إدارة، عندنا بالضبط احنا عندنا خلية رصد تتوزع على رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية السمعية والبصرية والفضاء المفتوح. فيما يهمكم مثلا السمع البصري، الخلية راهي يشرف عليها أهل المهنة، فما أسماء صحفية تعرفوها أنتم موجودة معنا، هي موجودة معنا يعني تشرف على هذا الموضوع. زد على ذلك حتى المشرفين اللي يخدموا معنا يقوموا بالرصد ويقوموا بتحرير التقارير، هم أغلبهم يا خريجي صحافة وعلوم أخبار يا خريجي قانون،
فاحنا ناخذ راهو التقارير مع توصيات من اهل الخبره، وبناء على تلك التوصيات راهو نمشيو بالاجراءات. مش وحدنا، مش رئيس هيئه الانتخابات يسمع في راديو يبعث تنبيه، لا، وعندنا راهو ما يثبت الرصد وتقرير الرصد والمساحات والتقرير كيفاش يطلع للمجلس اللائحة، وشنو هي التوصيه اللي تجي من المدير العام للشؤون القانونيه والحمله اللي هو بده يقاها من المدير المكلف بالرصد. واحنا زاد بطبيعه الحال شوف توا ساعات يقولوا الهيئه مش مختصه، دي هي اسمها جرائم انتخابيه، دي كيفاش هيئه فيها اربع قضاة مش مختصه في الجرائم؟ ما تكون مختصه في الجرائم، يعني ساعات نسمع يقولوا الجرائم الانتخابيه، او شو يقولوا انتم زملائكم ولا انتم الجرائم الانتخابيه اللي ترتكب في وسائل الاعلام مش مختصه بها الهيئه، لان ما تعرفش هي معناها ما عندهاش تكوين الضروري. هي اسمها جريمه. اذا كان الجريمه هيئه فيها اربع قضاة ما يفهموش فيها، شكون يفهم في الجرائم؟ ساعات كان ناخذوا عدديا، يعني ماذا بيا تجيو مره للبيرو تنوريكم التقارير ونوريكم الاحصائيات. التقارير اليوميه تجيني تقريبا بالعشرات على 100 تقرير، يعني تقرير رصد فيه شبهه مخالفه او جريمه وفيه توصيه بتنبيه او انذار او احاله. على 100 كنقول لك فماش زوز ثلاثه اللي يتم فيهم معناها تنبيه او احاله على النيابه العموميه، كلها شخصيا نمضي عليها بالحفظ ونجم ثبتوا هذا. ولكن سؤالك اللي تفضلت به، راهو هيئه الانتخابات ماهيش نيابه عموميه. يعني بالنسبه لنا كي عندما نشوف انه فما شبهه، احنا رجال قانون نفهموا راهو في القانون، كنقول هذه شبهه نتاع جريمه انتخابيه ونحيلها للنيابه، راهو فما نيابه كيف هي اللي تحط 54 ولا تحط 86 مجله اتصالات، ولا تعتبره ثلب وشتم على معنى المرسوم 115، ولا تعتبره اعتداء اخلاق الحميده، ولا قذف علني، واللي هو راهو التكييف القانوني. وهذه زاده من المغالطات الكبيره الفظيعه كرجل قانون ما نجمش نقبلها. يقول لك الهيئه تكيف وتشكي على 54، راهو اولا حق التقاضي حق دستوري، يعني ساعات نبدا من مستغرب يقول كيفاش الهيئه ما عندهاش الحق. كيفاش ما عندهاش الحق؟ اي مواطن تونسي، اي مؤسسه تونسيه عندها الحق اللجوء الى القضاء. اللجوء الى القضاء حق دستوري مكفول لاي مواطن او مؤسسه، ولكن التكييف راهو يرجع الى القضاء مش لهيئه الانتخابات. الهيئه تطلب ولكن من يقوم بذلك هو القضاء، مع انه زاد خلينا نكمل، راهو الهيئه لا تلتجئ مباشره الى اجراء ردعي بمعنى الاحاله. والنجم نثبت لكم راهو نبداو بلفت نظر وبعد نتعداو التنبيه في نفس المخالفه او شبهه الجريمه وبعد انذار، اي هون ماشيين هكاك، وبعد ساعات تحسوا يتمدوا معناها عمدا تحدي. اذا كان عاد وصلنا للمرحله هذه طبعا من حقنا باش نوقفوا. فما زاد مساله ثانيه جديده ما جبتوهاش توما، انه فما امكانيه المره هذه حطينا في قرار ترتيبي انه الهيئة تلتجئ الى القضاء الاستعجالي في حاله انه نفس الخرق او نفس المخالفه مش بالضروره جريمه انتخابيه، نجم تكون راهو عدم حياد وتوازن وموضوعيه في بلاتو معين او في ايميسيون معينه ماشي تصب ديريكتومون مع واحد ولا ضد واحد. راهو الهيئه تنجم ترتكز على الواجبات الحياد والموضوعيه والنزاهه وتمشي للقضاء الاستعجالي، مش الهيئه تمشي للقضاء الاستعجالي وتاخذ منه حكم بوقف هذا المحتوى الاعلامي فورا، والقضاء الاستعجالي نجم يستجيب.